كان النبي صلى الله عليه وآله يتردد كثيراً على دار عمه أبي طالب، بالرغم من زواجه من خديجة عليها السلام وعيشه معها في دار منفردة. هل لاحظت اهتمام ابن أخيك محمد بمولودنا الجديد علي يا أبا طالب؟ نعم يا أم عقيل، انظر كيف يحمله على صدره. اللهم أدم هذه المحبة. أصابت قريشا أزمة شديدة، وكان أبو طالب كثير العيال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعمه العباس بن عبد المطلب، وكان من أغنى بني هاشم: يا عماه، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد ترى ما أصاب الناس من هذه الأزمة. وماذا تقترح يا محمد؟ انطلق بنا لنخفف عنه من عياله، آخذ من بيته واحدا وتأخذ واحدا. ونعم الرأي يا ابن أخي. يا عماه، نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه من أزمة. إذا تركت مالي عقيلا فاصنعا ما شئتما. أما أنا فسأختار عليا. أما أنا فسآخذ جعفر. لقد اخترت من اختاره الله لي، عليكم عليا. سيكون علي من اليوم ثالثنا في هذا البيت يا خديجة. ما أسعدني بوجوده يا نور عيني يا محمد. وهكذا نشأ علي في ظل رسول الله صلى الله عليه وآله، وتربى على يديه الكريمتين، ونهل من ينابيع مودته وحنانه، وتخلق بأخلاقه العظيمة، ولم يفارقه منذ ذلك التاريخ، وكان يأخذه معه أينما يذهب. تربى علي في حجر الرسول صلى الله عليه وآله، ولم يسجد لصنم قط، ولم يشرك بالله أبدا. وعندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، كان علي عليه السلام إلى جانبه، فكان أول من آمن برسالته. وكان علي عليه السلام أول من سجد لله تعالى مع رسول الله صلى الله عليه وآله.